السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم واحد من الشهر السادس 2017. توقعات للفترة القادمة. عاصفة وغضب إلهي في النصف الآخر من شهر رمضان اللي احنا فيه النهار الشهر هذا. الجوع والفقر في أرض النيل. هناك رجل سيظهر يسمى بالرجل العنيد. صفته رجل بدين أو صاحب دين. هو من منطقة دمشق أو منطقة الشام. هو شخص قوي من قرية جعدة أو من حلب سوريا، لا أعرف بالدقة من أين. يظهر في الشهر السابع بإشاعة إعلامية تدور ما بين 3 أسابيع أو 3 أشهر. النفط سيرتفع كثيرا الفترة القادمة، وسيشكو العالم من المخزون النفطي أو تدهور اقتصادي كبير في النصف الثاني من 2017. حريق كبير أو مصنع بالعراق سيحترق في النصف الثاني من سنة 2017. السيد مقتدى الصدر سينشط من جديد في الفترة القادمة، ولكن أحذر وأخشى من حرب أهلية جديدة ستكون في العراق. اللهم جنبنا وإياكم الفتن. السلالة الحاكمة في اليابان ستتغير في النصف الثاني من سنة 2017. هناك مرض سيعود في أفريقيا، ممكن يكون الإسهال. دبي ستكشف للعالم بتصريح جديد إنها ستغزو الفضاء. يعني دبي ستعلن دخولها أو دعمها لغزو الفضاء في الفترة القادمة من النصف المتبقي من سنة 2017. إيران سوف تستخدم اليورانيوم علنا. إيران سوف تستخدم اليورانيوم والطاقة النووية علنا أمام الكل في النصف الثاني من سنة 2017. في بداية انقسام في السعودية بعد زيارة ترامب الأخيرة التي قلت لكم نتائجها للأسف ستكون هجوم على دولة اليمن، دولة العراق، دولة سوريا. مصر للأسف هناك فقر وتذمر وحركة داخلية. ربنا يستر إن شاء الله. سوريا سيهدأ الحال نوعيا، وهذه السنة 2017 آخر سنة لوجود بشار الأسد في الحكم. سنة 2017 هي السنة الأخيرة لوجود بشار الأسد في الحكم. في حزن حول رجل دين كبير هذه السنة، أو نهاية رجل دين كبير هذه السنة. ممكن أن يكون من أصحاب الديانة الإسلامية أو الديانة المسيحية. أحذر أيضا من انقسامات في العراق، إن شاء الله ما يحصلش حاجة. أحذر من أعمال إرهابية وعنف ودماء داخل إيران ستفعلها أمريكا. ده في النصف الثاني من 2017. وطبعا في أول السنة قلت لكم إن في حرب على إيران هذه السنة 2017. في تحطم طائرة أو مركبة فضائية كبيرة في النصف الثاني من 2017. ممكن شهر 8 بخطورة كبيرة.
مصر هيكون فيها منع للتجوال في منطقة سيناء الفترة القادمة، وتحطم طائرة أو سفينة نادرة أو ثمينة غالية جدا تابعة للدولة الأوروبية أو للدول الأوروبية في 2017، النصف الثاني منها. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله.